مرحبا، كيفكم؟ طبعا لساتنا مستمرين بالبحث عن أيمن. اليوم رح نتصل مع سكيبيدي لأنه وصلنا إنه الدب من اللايكات الكثير اللي إحنا عملناها بلش يضعف، فبندور على خطة حتى نلاقي أيمن. يا ربي رد. استبرن يا ربي رد. بس مرحبا يا رحمة. مرحبا يا سكيبيدي. أهلا. اتصلت فيك عشان نلاقي خطة نلاقي أيمن. نعم، الدب بدأ يضعف بسبب لايكات المتابعين وتشجيعهم. يلا الحمد لله. ضلكوا يا جماعة اعملوا لايكات كثير عشان يضعف أكثر وأكثر. يجب أن يكتب المتابعين في التعليقات يا رب نلاقي أيمن ويعملوا لايك لهذا الفيديو. يا رب يا رب. يجب عليك أن تتصلي بعد قليل مع الدب. أتصل مع الدب؟ ليش؟ ليس الآن. متى؟ لأنني قمت بالاتصال بالدب وتفاهمت معه وكان ضعيف جدا بسبب لايكات المتابعين. شفتوا يا جماعة، كل ما نعمل لايك أكثر كل ما ضعف الدب. وأيضا سيتم اليوم الكشف عن وجه الدب الحقيقي. نعم يا رحمة. يعني هسه أتصل عليه؟ نعم، هيا اذهبي واتصلي عليه وكوني حذرة منه. ما أنت حكيت أنه ضعيف. يجب أن نحذر من هؤلاء الأشرار، وللعلم أنا سكيبيدي الطيب وليس الشرير، هنالك سكيبيدي توليت الشرير. طيب كيف أميز بينكم؟ أيمن كان يتصل مع سكيبيدي توليت الشرير، ولكن أنا قمت بالاتصال بك، أنا طيب. يا الله خايف يعمل فيي زي كراني. لا تخافي، لن أفعل أي شيء، سأذهب الآن، هيا اتصلي بالدب. يلا ماشي، سلام. مع السلامة. يا جماعة أنا مش عارفة، خايفة يعمل فيي زي ما عملت جراني، مش عارفة شو أعمل. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم ويلا خلونا نتصل بالدب. رد. ألو. مرحبا يا رحمة. كيف حالك يا دب؟ ممكن نتفاهم عشان موضوع أيمن؟ سكيبيدي تواليت الطيب اتصل بك حتى تقضوا علي، صح؟ لا ما اتصل فيي. لايكات المتابعين تزعجني كثيرا. يا جماعة الكل يعمل لايك لهذا الفيديو. لا تعملوا لايك. لا تردوا علي يا جماعة، الكل يعمل لايك لهذا الفيديو، لايكات كثير للفيديو حتى يضعف الدب أكثر. رحمة. نعم. إذا أردت أن أقوم بترجيع أيمن يجب أن لا تعملوا لايك. لا تردوا علي يا جماعة، اعملوا لايك لهذا الفيديو. هل تريدي أن أكشف عن وجهي؟ نعم. سوف أكشف عن وجهي بشرط. شو الشرط؟ أن لا تبحثي عن أيمن. موافقة؟ كيف بدي أرد؟ كيف يعني؟ خليني نخدع ونحكيها. تمام موافقة. فصل بوجهي، فصل بوجهي، خليني أرجع أرن عليه. ليش ما بيرد علي؟ بفصلني قاعد. مكتوب جاري تحميل ملف، معقول قاعد يرسل فيديو؟ ابصر شو الفيديو بده يرسله، معقول بده يرسل فيديو ايمن؟ ولا اللي كل الفيديوهات اللي حكى لي عنهم قبل شوي. هي وصل، وصل الفيديو، خليني احمله واشوف شو هو. يا رحمة سوف أكشف عن وجهي، هل تريدي أن تريني بعد قليل؟ نعم اكشف عن وجهك. يجب أن يكتب جميع المتابعين الآن، هيا اكشف عن وجهك يا دب وسوف أكشف بعد قليل. اكتبوا كلكم،
هيا اكشف عن وجهك عشان يكشف عن وجهه. رحمة. نعم. يجب أن لا تبحثي عن أيمن وأنا أنبهك لآخر مرة. لا لن أبحث عن أيمن. تمام اتفقنا، ولكن إذا بحثت عنه سوف تتضرري كثيرا. تمام ما رح أبحث عن أيمن. لن ينفعك شيء إذا بحثت عن أيمن. خلص ما رح أبحث عن أيمن. تمام اتفقنا، الآن سوف أكشف عن وجهي وسوف أرسل لك صورة وجهي الحقيقي. هيا اكشف عن وجهك. سوف أرسل الصور. تمام أنا بانتظارك. يا جماعة شو ممكن يكون في الفيديو؟ معقول يرسل لي فيديو عن أيمن؟ وكيف ممكن يكون شكله حقيقي؟ الكل يكتب بالتعليقات، شفتوا كيف كان يهدد اني ما ادور على ايمن؟ وانا خدعته وحكيت له ما راح ابحث عن ايمن، بس مستحيل يصير هذا الاشي يا جماعه، كيف ما ابحث عن ايمن يعني؟ شكلها وصلت الصوره. بعت لي اكثر من صوره بس انا مش عارفه شو قصده بهاي الحركه اللي هو عاملها وما كشف عن حاله. طيب هو يا جماعه اي حدا عارف شو هاي الحركه اللي هو عاملها يحكي لي شو هي. راح اترك لكم الصور هون. طب شو يعني هاي الحركة؟ أنا مش فاهمة. وليش أصلاً ما كشف عن وجهه؟ هو بعث لنا نفس صورته. في لغز يا جماعة لازم نحله. وبعدين سكيبيدي حكالي إنه رح يكشف عن وجهه. معقول سكيبيدي زي جراني خدعني؟ أنا بصراحة مش عارفة شو أعمل. اكتبوا لي بالتعليقات شو أعمل وكيف ممكن ألاقي أيمن. ويلا سلام.